طيب نروح لملف النادي الاهلي ونشوف يا ترى في جديد في موضوع المستشار تركي الشيخ ولا لا. نروح للاستاذ احمد السيد ونشوف ماذا لديه في هذا الملف، هل في ردود افعال في جديد في موضوع المستشار تركي الشيخ، ونطمن على بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا. يعني الدنيا هناك الاهلي بيعلن حاله الطوارئ والمعنويات مرتفعة جدا، وطبعا الكابتن محمود الخطيب بيقود الدنيا هناك في جنوب أفريقيا والأمور تمشي على قدم وساق. أستاذ أحمد السيد سلام عليكم يا أبو حميد. عليكم السلام، تحياتي ليك يا أستاذ عبد الناصر وتحياتي لكل المتابعين. يعني الأول، هل هناك جديد في ملف المستشار تركي الشيخ واستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي؟ يعني الجديد هو البوست اللي معالي المستشار تركي الشيخ كتبه منذ دقائق يعني عبر الفيسبوك، ويمكن تناقلته وتداولته كل الأخبار وكل الصفحات وكل المواقع الإلكترونية، يعني بخصوص طبعا يعني لو تسمح لي ان انا اقراه موجود مع حضرتك. اتفضل. يعني هو معالي المستشار تركي الشيخ نشر البوست، كان فيه خبر، يعني الخبر مضمونه ان اعلن المستشار تركي الشيخ رئيس هيئه الترفيه السعوديه استقالته من الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي منذ عده ايام. هو نشر خبر وبيعلق عليه، فالخبر بيقول ان كشف مصدر داخل النادي الاهلي ان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي قد اجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار تركي الشيخ بعدما تقدم الأخير بالاستقالة من الرئاسة الشرفية. وأوضح المصدر أن هناك سوء تفاهم لدى المستشار تركي الشيخ دفعه إلى التقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وهو ما تم تجاوزه بعدما أجرى الخطيب اتصالا هاتفيا به. وأشار المصدر أن المستشار تركي الشيخ سيظل رئيسا شرفيا للنادي الاهلي ولن يقبل الاهلي الاستقاله في دون علاقه طيبه بين الطرفين، بالاضافه الى عدم قبول الاهلي على مدار تاريخه لهذا النوع من الاستقالات. ده الخبر اللي معالي المستشار تركي الشيخ نشره وعلق عليه وقال ان هذا الخبر يتم تسريبه الان وتداوله ووصلني، وهذا الخبر عاري من الصحه جمله وتفصيلا، فمنذ ان تقدمت لاستقالتي لم ارد او اجاوب على اي اتصال، ومثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب، وإذا لم تقبل استقالتي فسوف أجمد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة. حافظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم، وحافظ الله مصر وشعبها الكريم، مخبركم ادعوا لي. هذا هو ما كتبه المعالي المستشار تركي الشيخ، وكأنه يوجه رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بأنه إذا لم تقبل استقالته الشرفية أو استقالته من منصبه كرئيس شرفي للنادي الأهلي فإنه سوف يجمدها إلى حين إشعار آخر أو إلى انتظار موقف آخر زي ما هو أعلن موقف انتخابات الأهلي القادمة. معالي المستشار تركي الشيخ من الواضح أنه مصر على استقالته من الرئاسة الشرفية في النادي الأهلي، وفي الوقت اللي بيرفض التعقيب او الرد على اي تحديث، ولكنه من الواضح انه متمسك بموقفه وسوف يتحدث في وقت لاحق مثلما اعلن من قبل. طبعا كالعاده النادي الاهلي يعني في حاله من التركيز في لقاء صن داونز، وبالتالي ليس هناك اي رد فعل. وانا ما زلت عندي رايي، احنا بننقل اخبار ولكن ابعدونا عن الاجتهادات لان الامر حساس والتوقيت حساس، واحنا بننقل اخبار، ليس لدينا اي تفسيرات من النادي الاهلي ولا تفسيرات من معالي المستشار تركي الشيخ، فاحنا بننقل ما يدور نصا دون اي اجتهاد او راي منا. بالفعل ده اللي احنا بنقوم بيه علشان برضو محدش ياخد كلامنا ويقوله بشكل مختلف او بشكل خاطئ. احنا بننقل اللي معالي المستشار تركي الشيخ قاله، وفي نفس الوقت من الحاله اللي موجوده في النادي الاهلي علشان تكون الامور واضحه للراي العام، الامور واضحه للجميع. طبعا النادي الاهلي ما فيش زي ما انا بقول رد فعل رسمي، لان الاهلي يستعد جديا للقاء صن داونز خلاص كمان ساعات، ولا حديث في النادي الاهلي الا عن هذا اللقاء الهام والمرتقب في انتظار ما بعد المباراه ربما يكون هناك جديد. ولكن طبعا ده اللي كتبه معالي المستشار تركي الشيخ في الساعات الاخيره، والأكيد نال حيز من اهتمام جماهير النادي الأهلي في الساعات الماضية. طيب نروح لجنوب أفريقيا وطمنا على الفرقة. يعني الحمد لله البعثة إلى حد ما أنا مطمئن جيدا على البعثة، ويمكن كنت تحدثت مع يعني بعض الأفراد هناك، الحمد لله الأمور بشكل مميز جيدة جدا، ويمكن الأهلي
أدى مرانه الأخير على ملعب طبعا الجامعة، ملعب جامعة بريتوريا اللي خلاص آخر مران ليه على هذا الملعب، لأنه خلاص خلال ساعات هيكون التدريب الرئيسي والأخير ليه على ملعب المباراة، ملعب لوكاس موريبي. يعني الأجواء هناك جيدة جدا زي ما أنا قلت، هناك بس نقص الأكسجين، لكن الأهلي الحمد لله ابتدى يتعود على هذا الأمر. مستر فايلر يعني عمل محاضرة الفيديو قبل اللقاء، وبعدها كمان بعد المران في فندق الإقامة كان في محاضرة أخرى بالفيديو على التركيز على بعض الأمور الخاصة في المباراة. من الواضح أنه مدي تعليمات بعدم ترك مساحات لفريق طلسان داون، تضييق المساحات عليهم، عدم ترك مساحات للتسديد من خارج منطقة الجزاء أو حتى الكرات العرضية. أنت بالنسبة لي طلسان داون فريق مميز جدا على أرض وسط جمهوره. كمان كابتن محمود الخطيب كان ليه كلمات مع لاعب الفريق، طالبهم بالتركيز، طالبهم بعدم يعني الاحتكاك مع لاعب صن داونز او اعطاء فرصه للحكم بكاري جسامه يعني فيها تاثير على مجريات الامور، طالبهم اللعب بمنتهى النديه، التركيز فقط في الملعب والبعد عن الاحتكاك باللعيبه سواء قرب منطقه الجزاء او داخل منطقه الجزاء، علشان ما يكونش فيه فرصه لقيل او قال او اخطاء ضد لاعبي النادي الاهلي. لكن الاجواء الحمد لله جيده جدا، الاجواء مرتفعه جدا، الروح المعنويه عاليه جدا، تواجد طبعا الكابتن محمود الخطيب، تواجد الاستاذ طارق قدير، اكيد مدي الثقه للاعبي النادي الاهلي وهم يساعدونا جيدا لهذا اللقاء. طبعا كل اللاعبين شاركوا في المران، ما فيش اي مشكله، العشرين لاعب المتواجدين جاهزين لخوض اللقاء، هيكون زي ما انا بقول خلال الساعات ملعب اللوكا التموريبي هيحتضن التدريب الاخير للنادي الاهلي، وهيكون يعني بعديه صوره واضحه بالنسبه للتكوين والرؤيه الفنيه الاقرب لمستر فايلر. وان كان هناك برضو فرصه زي ما انا قلت يعني ايمن اشرف ربما يكون له دور في هذا اللقاء، نفس القصه بالنسبه للبدري. هيكون كمان خلال ساعات مؤتمر مستر فايلر الصحفي بحضور كابتن النادي الاهلي. لكن على الناحيه الاخرى موسيماني المدير الفني لفريق صن داون تم انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص به، وكان دي كلام لوسائل الاعلام لما سئل عن احتماليه الفوز على الاهلي وتكرار الفوز بخمس اهداف مقابل لا شيء، قال دي حاجه بتحصل في العمر مره واحده وامر من الصعب تكراره، والنادي الاهلي نادي كبير ونتيجه مباراه الذهاب بتصعب مهمتنا. لكن في نفس الوقت قال انا لو جبت هدف في اول 10 دقائق الامور هتبقى سهله بالنسبه لي، وقال النادي الاهلي لو وسع المساحات الامور دي هتكون كويسه جدا. وكعاده موسيماني دايما في تصريحاته لا يركز على جانبه فقط، وانما دايما بيركز على الجوانب الاخرى الخاصه بالفريق المنافس، هو دايما كده بيشتغل على تصريحاته والحرب الاعلاميه والحرب النفسيه، بيحط ضغط تحت المدرب اللي بيقابله واللعيبه اللي بتقابله. لكن اعتقد الاهلي استفاد ووعى لهذا الدرس جيدا وجاهز لهذه المباراه، وبالتالي اللعيبه يعني ما فيش اي مشكله. علي معلول جاهز ايضا للمباراه عشان الناس اللي اتكلمت، كان في تدريبات بدنيه قويه جدا، كمان يانكو ميشي المدرب حراس المرمى كان في تدريبات مميزه لحراس المرمى خصوصا في الكرات العرضيه اللي بيتميز بيها فريق صن داونز، وللالتقاء كمان يعني قبل التقاط الكور قبل مهاجمي فريق صن داونز. مستر فايلر كمان اوقف المران اكثر من مره بسبب يعني معالجه بعض الاخطاء الدفاعيه في تمركز اللاعبين والرقابه اللصيقه مان تو مان في المناطق الدفاعيه، كل دي امور بيحاول مستر فايلر طبعا يركز عليها قبل اللقاء اللي زي ما حضرتك عارف هيكون فيها الثالثه عصر السبت بملعب لوكاس موريبي نفس توقيت مصر نفس توقيت جنوب افريقيا. الاستاذ شريف عيسى سفير مصر في جنوب افريقيا كان في تكريم كده للكابتن محمود الخطيب على هامش بعثه المران، ويعني استعدادات واجواء مميزه جدا للجاليه المصريه في جنوب افريقيا. ده بالنسبه طبعا للاجواء هناك في جنوب افريقيا، وان كان البعض بيتوقع هطول بعض الامطار خلال الفتره القادمه، لكن الاهلي يعني جاهز لهذه الامور بتواجد حظيره المطر وكل الامور الخاصه بهذا اللقاء متواجده بشكل مميز. خلاص الاهلي هيتمرن تدريبه الاخير، هيكون في محاضره اخيره، والمباراه باذن الله الساعه يوم السبت زي ما انا قلت الساعه 3، مباراه بتوقيت صعب جدا، لكن الاهلي بقى له 4 أو 5 أيام بيتمرن في هذا التوقيت، فده امر مميز جدا بيسهل باذن الله للنادي الاهلي التغلب على مثل هذه الاجواء الصعبه. طيب.
طيب عندنا هنبدأ الأسئلة. أول حاجة، انتشر منذ ساعات أن هناك أزمة داخل جدران النادي الأهلي ربما تعصب بسيد عبد الحفيظ، بعيدا عن البرامج اللي بتحب تعمل إثارة على الفاضي علشان خاطر تعمل مشاهدات لأن ما فيش حد بيتفرج عليهم، صحة هذا الكلام من عدمه؟ لا، أمر عالي تماما من الصحة، ما فيش أي كلام بخصوص هذا الشأن. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كورة في النادي الأهلي مستمر في منصبه وبيحظى بدعم وثقة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. أكيد والمتوقع إن يكون في كلام كتير يعني وأخبار مضروبة كتير في الفترة دي،